مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بمباراه جديده ببطوله لبنان 2017-2018. اليوم نحن بديك المحدي بملعب نادي الشانفيل. الشانفيل عم يستقبل الهومنتمن بمباراه راح تكون كثير حلوه، مش بس كرمال المراكز، تحديد المراكز. الشانفيل اكيد بالمركز الاول، مرتاح بالمركز الاول، الشانفيل بالمركز الثالث، وفي شوي معارك بينه وبين الحكمة على المركز الثالث، بس مش كرمال هيك، كرمال الحساسية اللي عم بيصير قبل الجيم بسبب الشحن اللي عم بيصير بين فريق نادي الهومنتمن فريق نادي شانفيل على هيدا الجيم. قبل ما نحكي عن الجيم وكل شيء عم بيصير عن الجيم، عندنا ضيف بدنا نحكي معه، ضيف عزيز على قلبي بحبني كثير، بينشر عرضي على طول، هشام حداد. حبيبي وليد، بالعكس انت حبيبي، بتعرف قد ايه، ولا اليوم مبسوط، يعني انت اعطيتك الاكسكلوزيفيتي اول انترفيو. احلى 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 جيم اليوم، بعتقد جيم بعائد. يعني انت مع مين؟ اليوم مع الشانفيل. عادة كمان انا بتفوتي كنت مع الحكمة، بس انه عندي حنين للحكمة، بس بحب الشانفيل وفادي الخطيب وغسان سركيس، هن ناس كثير مهمين اصحاب بحياتي على المستوى الشخصي، وبالتالي عندي ضعف على نادي الشانفيل، يعني مطرح ما بيكونوا غسان وفادي بيكون عندي ضعف على الفريق. طيب انت ولي رستم كمان سميهم كلهم. لا لا ولي رستم. طب هشام، مين برايك رح يربح بطولة السنة؟ مين احلى فريق؟ عم بتتابع اول شيء؟ ايه اكيد بتابع، اكيد عم بتتابع، عم تحضرني طبعا. يعني عم تابع لك، انا بعتقد رغم كل شيء صار ورغم كل الابس اند داونز الفنيات الفن اللي عم بيصير، بس بعتقد الشانفيل رح يربح البطولة. انا اعتقد ان الشانفيل رح يربح البطولة، والبلاي اوفز يعني الفاينل فور وبالمستقبل رح يكونوا عليه اهين من الدوري الريجولر، من الريجولر سيزون. يعني بالريجولر سيزون عينا ليلاقي التوليفه وليلاقي الكيمستري، وتعب بالاجانب اول شيء بالتشويس تبعهم، كان باعتقادي كان تشويس عاطل. مع يعني وفادي ما تنسى صار بمحل، مع انه هيز ون اوف ذا بيست ليبانيز بلايرز اوف اول تايم، بس مع الوقت صار لما صار بهذا العمر صار بده وقت ليرجع يستعيد مستواه بكل سيزون. فبعتقد بالبلاي اوف رح يكون غير فادي الخطيب، بالبلاي اوف رح يكون في غير شانفيل، غير احمد ابراهيم، غير الي رستم، غير هيدا، وبعتقد بيربح البطوله بالاخير. لو جيمان وكيان والهومنتمن هن سبايس بعقد للباسكتبول، مع كل شيء عم بيجروا معه من تراش توك، وانا يعني انا من الناس اللي بحبه بالميديا يصير هيك، لانه هاي الجيم رولز هيك لازم تكون، ليكون في ضغط جمهور، يكون في شحن، وبالتالي بيصير في سايكل الناس والماركتينج وكل شيء. اخر سؤال صغير، قول مين اطول، انت ولا ربيع رباط؟ لا ما منها، لا تصير انت كمان صبا مشي لي. يلا بعدين هون بالباسكت بين قصير. بس بالباسكت ايه، لانه لكش طوال كلكم. استاذ اكرم، اي نعم. اول شيء بدي اقول لك يعطيك العافيه على الشغل اللي عم تشغلوه بنادي الشانفيل، عم نشوف اجانب عم يجوا اكثر، عم نشوف حماس اكثر، عم نجرب. اول شيء يعطيك العافيه، لانه نحن بهمنا يكون في هيك تحسن بالاجانب، تحسن بالفرق. اكيد، بس بدنا نقوي اللبنانيه. اوكي، بدنا نزيد عدد اللبنانيه، نحن بلد لبناني، تروح امريكا كلهم امريكان، بدنا نصور بلبنان على ليلة ثلاثه، عيب. طيب هيدا اللي بنشجع شعبنا. طيب هيدا الطريقه اللي عم نشتغل فيها بنادي شانفيل، معناتها هدفنا واحد ربح البطوله؟ هلا اكيد، هلا ما في بريزيدون كلوب الا ما بده يربح 100%، ولا ما له معنى 100%. مثل المدرسه بدك تكون الاول، وانت فتح له، بدنا نربح، شو بنقدر نعمل لنربح، بدنا نفتح له، رح نجرب قد ما فينا. يعطيك الف عافيه، هيدا الشغل اللي بدنا اياه. ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو. جي على السريع، شو رايك بجيم اليوم؟ ماتش عادي ريجولر سيزون، يعني في كثير هيدا الجيم ريجولر سيزون مزبوط، ما بيأثر كثير على الجيم، على المراكز، على المراكز اكيد، بس في كثير حساسيات صار بينك غسان وهيك. وحياتك لا، نحن انا برايي كثير حلوه للباسكت عن جد، عم تعملوا ليك الجمهور، انا شغلت الانترتينمنت، يعني مش بس بكونسيراتي بيجي عالم على كل شيء كمان، هلا ماشي الحال، بس هلا المهم يكون ماتش نظيف، ما يكون في كثير مثبت وهيك، لانه بالنهايه نحن عم نلعب هون، هن بيجوا بيلعبوا عنا، سو ما بدنا نعمل. جيتوا الجمعه من السبت جيتوا من دبي، لاعبين ماتشات كثير، ما كنت تعبانين اليوم؟ ابدا، ليك الفريق اكيد في تعب، اكيد انا وتعبان، انا ما لعبت وتعبان، بس اقول لك شغله، انه وين يو ار بروفيشنال تيم مثل فريق الهومنتمن لازم يكون حاضر يلعب على القليله ثلاث مطوشه، هلا نحن رح نلعب خامس ماتش لنا الجمعه، اتس بيت تو ماتش، بس اي ثينك ذا جايز ار ريدي اند ذا جايز ار موتيفيتد، واعطيناهم الموتيفيشن. اجنبي جديد عندهم تشكيله جديده، اثنين 7 فوترز عم يلعبوا بالجيم، يعني لاست تايم سنتر لاست تايم حدا عمل هالتشكيله كانت بلكي السبيرز بالتسعينات،
ما بعرف how good it is or how bad it is, we will see. يعني it's a big risk عم بياخذوه اليوم الشامبيين. نحن بنلعب سمول بول، ما بنحكي باسكت بول كثير، بس انه انت بتعرف يعني it's a double edged knife. يلا good luck. Good luck. مشاهدينا ستارترز عندنا اليوم أوستن لاعب جديد هلا بنحكي عنه، ايزايا أوستن 7 فوتر مع نادي الشانفيل اكيد، ديريك سبنسر، فادي الخطيب، إلي ريستوم، روبرت أبشا بالنسبه للشانفيل صاحب الارض، اما بالنسبه للهومنتمن يونغ اكيد سام يونغ، إلي شمعون، بن رمضان، اسماعيل احمد، والتر هودج. يعني جيم راح نشوفه راح يكون انا برايي راح يكون روعه، مش بس عم نحكي كرمال المراكز، برجع بعدلكم عن جديد لانه الحكي اللي صار قبل الجيم من فريق نادي الهومنت من فريق نادي الشانفيل اثنيناتهم في كسر عظم اذا فينا نقول مين بيربح الجيم اليوم. كي بيقول انه شانفيل ما فيهم يربحونا ابدا، وغسان بيقول انه عن جي ولد، بيرجع بجاوب جي بيقول انه ختيار، يعني كثير حديث صارت عن من الفريقين. اليوم في جيمين نفس الوقت، رياضي متحد، الرياضي متحد واكيد جيم اليوم الساعه 8:30 في انطونيه حكمه. بولز أيام رباح جيم وربيع المصري اللي حكمنا اليوم. كلنا سوا اكيد ناطرين النشيد الوطني. اليوم ملعب برجع بقلكم والعان جمهور تقريبا فوق الملعب كله، هومنتمن بالمركز الاول ب 14 ربح وخساره واحده، الويننج ستريك 11 جيم ورا بعض ربحان، اما بالنسبه للشانفيل فهو بالمركز الثالث ب 12 ربح واربع خسارات، الحكمه 11 ربح واربع خسارات، لاعبين جيم اكثر الشانفيل لانه الحكمه كان بدبي، في معارك على المركز الثالث اذا فينا نقول بين الشانفيل والحكمه. هاشتاج اليوم CHAHOM. شوية احتجاج على الضوء انه الضوء خفيف من كوتش الهومنتمن. شوية احتجاج Thank you.
نرجع بنقول هلا عم بجربوا يشوفوا لانه انطفى شويه اضوي بروجكتورات. والملعب صار فيه خطيطه من ورا اشي عم يولعوها بقلب الملعب لونها ازرق. و بالملعب شوي من هالدخان. جامبول اسماعيل احمد مع ابشا. مثل ما قلت لكم اليوم بعدنا عم ننطر، مثل ما قلت لكم اليوم، اليوم 2-7 فوترز. خلينا شوي نحكي عن ايزاي اوستن رقم صفرين. ايزاي اوستن هيدا اللعيب كان بجامعه بايلر وكان المفروض يكون براوند 1 بيك بالان بي اي، بس صار معه مشاكل بقلبه واضطر يتوقف سنتين. كان على كان المفروض بالان بي اي درافت حكيوا عنه، طلع حكي على بقلب يعني اللي عم بقدم درافت حكي عنه، كان المفروض يكون بالان بي اي بس صار معه مشاكل بقلبه اكتشفوها والمفروض كان يوقف indefinitely على طول. بعد سنتين سمحوا له يرجع يلعب باسكت بول بعد الفحوصات اكيد الحكمة وهيك سمحوا له يلعب باسكت بول. لعب بصربيا ورجع لعب بالصين. بحب اخبركم انه بالصين عمل موسم رائع. اول طابه مع الهومنتمن يقطع رستم بن رمضان. تبليشه حلوه اللعبه كله بده يقاتل. مع شاويل 16 جيم بالصين، معدله 34.6 نقط 13.4 ريباوندز. ابشا ما بحط اول سله، بتضل معه بيلعب لسبنسر برا. هيدا اخر موسم له كان عم يلعب. عم نحكي عن السنتر ايزايا بن رمضان بيقطع الطابه. بن رمضان بيفوت على الباسكت ما بيحط، تروح لهاج والتر هاج 3 نقط، اول 3 نقط بالجيم لوالتر هاج. سبنسر بعيد لفادي، فادي بيده الشمال كمان برد فادي بنقطتين. ساميون الملعب مشاهدينا والعان على الاخر. سبنسر عم نلعب بلا بوينت كارد، عم نحكي شانفيل ستيل لا بعد ستيل من رمضان. يعني في قتال من الجيمين. من رمضان فاول، اول فاول على ايزايا.
الأولى من رمضان. أول فري ثرو إيربول. ثاني فري ثرو كمان برا. كان أن سبورتسمان لايك فاول. هاج. ديفنس كمان عم بيكون كثير منيح من الفريقين. سام يونغ. سام يونغ بفوت على الباسكت وبلوك شوت. ايزايا بيعمل لا للجمهور. بيعمل للجمهور لا. بجامعة 3.1 بلوك شوت بالجيم. كمان ستيل من ايزايا. ايزايا اوستن. شوفوا شو محمس. ايزايا اوستن. كمان في عين ما بيشوف فيها ايزايا اوستن. في عين ما بيشوف فيها وعنده مشكل بالقلب وقف سنتين. هلا رجع بال 2016 رجع يلعب باسكت. سبنسر. سبنسر شو حلوه سبن موف يا سبنسر. ما بيحط. استعانه لو فاتت. حلوه كثير كانت. سام يونغ بالرمضان ثلاثه من بالرمضان. رمضان بحط ثلاث نقط. شو هالجيم اليوم؟ 6-2. أول ثلاث نقط لبن رمضان. فادي. فادي يفوت على الباسكت بيلعب لبرا. الرسم ثلاثة، كمان الرسم ثلاث نقط. والعاني والعاني بن رمضان. سام. سام بفوت على الباسكت بضايل. شوف في اثنين طوال تحت السلة، كثير صعب الفوتة تحت السلة يا جماعة. ستيل من سام يونغ. الفولة فوتة لتحت السلة كثير صعبة بشانفيل. هلا بدنا نشوف شانفيل إذا فريق بيلعب ضدهم بسرعة. عندهم اثنين 7 فوترز. فادي ما كثير سريع بالرجعة لورا. لنشوف هيدا اللي بده يستفيدوا منه الفرق اللي ضده ضد شانفيل اكيد. ابشر لتاني ميل لفادي. فادي اربعه بلوك شوت من سام يونغ. توصل على سبنسر بيخلص الوقت. جيم حلو كثير. دفاع حلو من الفريقين. كله عم بيأكل. هيدا الباسكت الحلو. أنا لهلا أحلى جيم يمكن بالبطولة لهلا هيك تبليش له. بن رمضان بيلعب للسمعة. شو حلو الباس يا بن رمضان. أول نقطتين لبن رمضان. 8-5 شانفيل. شانفيل إجوا الجمعة لعبوا الجيم تيرن أوفر عند السمعة. الجمعة لعبوا الجيم فاينل بطولة دبي. السبت تركوا دبي واليوم عندهم جيم. اول شيء جيم شيب فينا نقول شمعون. اول ثلاث نقط. اول ثلاث نقط للشمعون بيعطي الفرق 6-11-5. يعني فيه يكونوا تعبانين وفيه يكونوا ان جيم شيب. عم يعني نحكي شمبيل مرتاحين لهم فتره. واجنبي جديد ابشا بيقطع بالرمضان. الديفنس الصح بيوقف قدامه للسنتر اطول منه. هوج ستيب باك باسكت من هوج. هوج خمس نقط. 13-5. فادي من تاني ميل بفوت على الباسكت بايده الشمال ما بيحط. الريباوند للسمعه. السمعه ستيل. امشى كمان ستيل. هوج ليان. يا سام يونغ. تايم اوت. اول نقطتين لليونغ. هيك وين نط من بعيد.
فيلد جولز قدامنا 33%، جونفيل 67%، ومن شوفوا الكاتنات 1-1 3-3 هومنتمن، شوفوا معنا حط برا من الكاتنات تقريبا 4-2. اسيست 4-2 للهومنتمن، ستيلز 5-2 للهومنتمن، بلوك شوتس 2-1 لشانفيل، فاول واحد على شانفيل ولا فاول على الهومنتمن. عم نحكي تقريبا اكثر من نص الكوارتر الاول خلص، ما مشي الوقت على السكور، السكور ما ماشي على الوقت، السكور ما ماشي على سكور بورد، بيصفروا الحكام بينتبهوا. لنشوف اذا حيقطعوا شوي وقت. لنشوف الحكم رباح الجيم اكيد عم يحكي مع حكام الطاوله. لنشوف اذا بقطع شوي وقت. بده هو يقدر قد ايه قطع وقت وينزل. تبليشه رائعه للجيم للهومنتمن. تايم اوت ليظبطوا الوقت اكيد. خليني اقول لكم بهالوقت الجيم الاول اللعب بالهومنتمن السنه بالبطوله السنه اكيد بمزهر، بيربح الهومنتمن 110-77. بالنسبه لشانفيل يونغ اكثر لعيب سجل 20 نقطه، جرين ديفن جرين 9 ريباوندز اسيست، فادي الخطيب كان 5 اسيست عامل اكثر شيء. بالنسبه للهومنتمن 30 نقطه بن رمضان، أكثر جيم بيسجل فيه بن رمضان السنة البطولة كان ضد الهومنتمن بأول جيم، إسماعيل أحمد 15 ريباوند، والتر هودج 8 أسيست. المعلومة الثانية إنه آخر 8 جيمات لاعبينهم سوا الفريقين مشاهدينا، آخر 8 جيمات ربحانين الهومنتمن 8. يعني من شهر 1/2016، يعني من 4/1/2016 ل 3/12/2017 8 جيمات لعبوا، 8 جيمات ربحوا الهومنتمن. اخر جيم الشانفيل ربح على الهومنتمن كان بشباط، يعني ب 7/2/2015 وقتها ربح الشانفيل 88-74. ومن وقتها ما طلع عن جديد اكيد بال 2014 على ديفيجن 1 عم نحكي الهومنتمن لاعبين 12 جيم، ربحان الهومنتمن 9، الشانفيل ربحان 3 من هالجيمات. وبرجع بعد لكم اخر 8 جيمات ربحون الهومنتمن. بتنزل للاربع دقائق و29 بدل الاربع 43، 14 ثانية في على الشوت كلوك. بعدنا ناطرين ليظبطوا السكور وقت على سكور بورد. اكثر لعيب مسجل لهلا هو والتر هوتش 5 نقاط، ديوريك سبنسر 2 ريباوندز اسيست، بن رمضان 2 اسيست.
بيشتغل على السكور بورد. برجع بذكركم حكامنا الثلاثة اليوم هن رباح نجام، زياد طنوس، وربيع المصري. أعضاء الاتحاد أكيد رئيس الاتحاد، أمين عام الاتحاد، أستاذ أكرم الحلبي موجودين جنبا إلى جنب. حط بعض يعني مش منيحة هاي للعيبة لأنه الجو بارد بقلب الملعب، الجو بارد بقلب الملعب، اللعيبة ما لازم تبرد، لازم تضل عم تتحرك عم تحمي. بعدهم عم يشتغلوا بالسكور بورد. سبنسر بعد ما سجل اثنين ريباوندز، ابشر ما سجل ولا شيء بعد ما مبين على ولا مبين شيء. رستم ثلاث نقاط، خطيب نقطتين، اوستن كمان فاول واحد ما عمل شيء، يونغ نقطتين مع ريباوند مع اسيست، عم نحكي مومنتمن، الشمعون ثلاث نقط، بالرمضان ثلاث نقط مع اثنين اسيست، اسماعيل احمد نقطتين وخمس نقط لوالتر هوتش، كل لعيبه الخمسه اللي الستارترز اللي كانوا باول كوارتر موجودين من نادي الهومنتمن مسجلين، يونغ نقطتين، ثلاثه شمعون، ثلاثه بالرمضان، اسماعيل احمد اثنين، خمسه هوتش. بس لاعبين مسجلين اكيد وخمس نقط، رستم ثلاثة وفادي الخطيب اثنين. الملعب مفول على الاخر مشاهدينا، خلص عبى الملعب. شكلنا بلشنا نجهز. أنا برأيي اللعيبة لازم يبلشوا يحموا شوي، ياخذوا طابة ويشوطوا ويعملوا. التكنيشنز اللي كان عم يشتغلوا على سكور بورد في شيء غلط ما عم تمشي. تبليشه رائعه بهالجيم للهومنتمن. ادفانتج 10 نقط باول اذا فينا نقول اربع دقائق خمس دقائق ونص من الكوارتر الاول، بعدهم فايدين يعني مثل ما قلنا دوره دبي فيها تكون سيف ذو حدين، في يكونوا بعدهم بالجيم شيب يعني مبسوطين عم يلعبوا جيمات وكذا بعدهم بالجو، في يكونوا تعبانين، لنشوف كيف راح تكون اليوم.
خليني اخذ ايزيا. First of all, welcome to Lebanon. Thank you, thank you. And we're very happy for you that you're playing basketball again. Yes. I saw the NBA drafts and what happened and everything. How about playing basketball again? How nice is it? Tell me about the basketball in Lebanon. What did you see the first game, first week? I mean, it's a blessing to be able to play again, you know, just because of the fact that I went through so much in those 2 years, and God brought the game back to my life because I was praying and I was, you know, giving my whole life to Him. So about playing here in Lebanon, I'm excited, man, and, you know, it's been a fun ride so far. I'm looking forward to the future. Okay, take care. Isaiah بقلنا أنه كل السنتين كان عم بيصلي وعم بيدعي أكيد أنه يرجع يلعب، أنه هلأ it's a blessing، يعني كتر خير الله أنه رجع يلعب باسكت عن جديد. بالنسبة للباسكت بلبنان هو كتير مبسوط ومحمس، ومن أول جيم شايف شيء رائع. نحن بنتمنى له أكيد أكيد الصحة والخير ويلعب أكيد باسكت مثل ما هو بده. مثل ما قلت لكم بالان بي اي درافت حكيوا عنه، وحتى طلع على ستيج كان المفروض يكون راوند 1 بيك من راوند 1، بعدين من وراء مشاكل قلبه ما عاد لعب، بس عمل مليون دولار من انشورنس. هيدا التقديرات انه عمل تقريبا مليون دولار من الانشورنس. اكيد انبسط له، الصحه ما بتتقدر بثمن. كتر خير الله يجري رجع يلعب. أبشا هاتش إريها مزبوط، وهاتش بفوت على الباسكت بيسجل باسكت إن من أبشا. أبشا ما لازم تقدر تسلم، تركها نقطتين لهاتش، سبع نقطة لهاتش. شوفوا الشوفين عم يلعب بلا بوينت جارد، إيه يانغ منه هون عم يلعبوا بلا بوينت جارد، يعني فادي بقطع الطابي، سبنسر بقطع الطابي، كلهم بده يقطعوا الطابي. بسهم ثلاثة اير بول، فادي اوفنسيف ريباوند. سبيل بترجع عند فادي، فادي كمان ما بيسجل، دفاع مش رائع أكثر من رائع للهومنتمن، كمان بفوت ما بيسجل، دفاع كمان منيح من فادي. أحمد إبراهيم عم يتحضر، ستيل كمان من هاتش، هاتش بالزيت، يانغ تاني دنك، سام يه ما بتفوت معه، عم يعمل الويندمن ما بتزبط معه لسام يانغ. لتاني مين رستم لحاله على الكيتي، رستم ما بيحط، أوفنسيف ريباوند عند الأبشة من الكيتي، أيزايا ما بيحط. هاتش عند ساميان، عند ساميان مزبوط، ستيل بتروح عند الرستوم، الرستوم بحط للياب، خمس نقطة للرستوم. عم لكم ديفنس كثير حلو من الفريقين. ساميان سمعة، شوفوا سكرينات، هاتش كاتي، هاتش ما بيتوقف الهاتش. ثمان نقط لوالتر هاتش ما بيتوقف. أبشا فادي لعب لسبنسر، سبنسر ستيل، حلو الدفاع اليوم، ما عم بيخلوا السنتري يلقطوا طابي. فاول على فادي، اثنين فري ثروز لمكرم، مش عم بيخلوا السنتري يلقطوا الطابي. كمان فري ثرو مكرم برا، هاي التالتي برا. اثنين برا كمان، أربعة من أربعة، فاول على مكرم بالرمضان. أول فاول على مكرم وأول فاول على الهومنتمن.
شوفوا كيف عم يلعبوا ديفنس، قديش عم بيضبوا تحت السلة فريق الهومنتمن، ما عم يقدروا يسلموا الطابة للسنتر تحت الباسكت. دفاع رائع رائع. فادي بيلعب للريستوم، فيك ريستوم، باسكت إن. ستيل من تاني ميل، هوج عم يطالب بفاول، بيوقف، ما لازم يوقف الهوج، لازم يرجع الدفاع، واقف لحاله غلط، بإجره للأوت. شمعون ريستوم سبع نقط، أوت، تيرن أوفر. خلينا نشوف، دعس برا ودقت بإجره للسمعة، برا مدار سمعة، بعيدة من الثلاثة السمعة، بحط السمعة ثلاث نقط، كثير بعيدة، خمس نقط للسمعة، 23-9. فادي لتاني ميل، إبراهيم فادي، فادي بحط نقطتين جديد، أربع نقط لفادي، ما في سلة عم تكون هينة، 23-11، 12 الفرق، أقل من تقريبا نص دقيقة. والتر هودج اليوم اون فاير، والتر هودج 12 نقطة، سبنسر كيتي ما بيحط، سام يونغ 17 ثانية بيقولوا له كلهم وان شوت، وان شوت سام يونغ، ما قاري حدا، فاول. لازم ياخذ وقته، اثنين فري ثروز لسام يونغ، غلط يا سام يونغ، ما كان لازم تفوت، اول فري ثرو برا، هلا اعطيت اتمت زياده لشانفيل، واحده من اثنين سام يونغ، ثلاث نقط، تشينج هايك محل بن رمضان، ابراهيم 10 بعد بكير، دبل تيم على ابراهيم، بيلعب لابشا، ابشا بعد بكير من الثلاثه كمان، بتروح عند ابشا عن جديد، ميد رينج شوطة جمب شوت ما بتفوت، وهيك بيخلص الكوارتر الاول 26-11، 15 نقطة فرق للهومنت من هون بأرض، بديك المحدي أرض شانفيل، نقطتين 2 من 2 على الثلاث نقط، اثنين ريباوندز، واحد اسيست، ثلاثة تيرن اوفرز، وثلاثة ستيلز. رائع تبليشته اليوم لوالتر هودج. متحد متقدم على الرياضي 37-31 بالمنارة. دقيقتين و24 ثانية ليخلص الكوارتر الثاني. كوارتر الثاني. سام يونغ اليوم ثلاث نقط. ريباوند لمين؟ لابراهيم. بذكركم انه سام يونغ هو هداف بطولة لبنان ب 25.9 نقط. فادي الخطيب كمان بنادي شانفيل. الرابع ببطولة لبنان ب 22.5، احمد ابراهيم ما بيسجل. اسماعيل احمد. هايك فيك. بفوت على الباسكت. ما بيحط هايك. بعد الطابة. بتروح عند سبنسر. لفادي حلو الباس.
فهدي بحق نقطتين جديد، ست نقط لفهدي. بينزل الفرق 13. سمعة تاني ميل، وين الديفنس؟ ساميان على الثلاثة ما بيحط. اسماعيل احمد ما بيحافظ على الاوفنسيف ريباوند. وين الديفنس؟ شو عم يلعبوا ديفنس؟ شونفيل سبنسر، شوفوا الدبل تيم ابشر سبنسر عن جديد. كروس اوفر ستيب باك خصمت انت سبنسر. شو حلوة اول نقطتين لسبنسر، حلوين كثير. بعده سكور ما تغير، هلا تغير. فرق 11 26 15. هودج سام عم يلعبوا زون، بس زون كثير عاطل مثل ما عم شوف. خلينا ننتبه زون شو هو اللي عم يلعبوه. شونفيل اكيد كريستوف بفوت على الباسكت لتاني مان قطع الشبعون. 9 ثواني على الشوط. أبشا فادي الشوط لك 5. أبشا 3 2 بشوطة صعبة. أبشا على الأوت. لازم يشوفوا، لازم على طول يكونوا شايفين ال 24 سكند شوت كلوك يلي واقفه هلا مشيت. هج زون، هج بفوت على الباسكت فاول على سبنسر. اثنين فري ثروز لهج. الفاول الأول على سبنسر كان. هج أول فري ثرو إن. واحدة اثنين لهج. فاول على ساميان. فاول الأول عسام. ريباوند كان عالي للرسلوم. فرق 12. سبنسر بيلعب لأبشا. أبشا فادي فاول هاي. فاول أوستن عن جديد. محل أبشع الجيم. ريستوم عند حلوة هالموف أوستن ايزايا. موف حلوة، أول نقطتين إله بالجيم. مش هينة أبدا. فايد أواي زون 2-1-2. ستيل فاول أن سبورتسمان لايك على إسماعيل أحمد. اثنين فري ثروز لفادي. هايلاند سبورتسمان لايك فاول بالريبلاي. اثنين من اثنين لفادي ممنوعات. اثنين ريباوندز اثنين اسيست
والطابه مع الشامبيل بينزل الفرق لعشرة سبع دقائق ليخلص الطرف الاول. سبنسر فاول على بن رمضان. تهديد كمان انذار مش تهديد انذار من الحكم تكنيكال فاول. سبنسر مظبوط فاول على سبنسر. مظبوط بينت من عندي فاول عن سبنسر ايده اليمين هو اول. تاني فاول على سبنسر. سبعة وعشرين تسعة عشر. هج هج ثلاث نقط صعبة كتير قصيرة. سام يونغ اوفنسيف ريباوند وباسكت من سام يونغ مع فاول. خلينا نشوف على الريبلاي يعني فاول ما ادري يصفر فاول خفيف ما بينصفر. سام يونغ اند وان نقطة السادسة فرق فرق 11 على التابلو فرق 11 30 19 كتات كمان كيفاي مع كروس اوفر لا هيدا سنتر ولا شو فاول رستم بينزل فرق 8 شوف شوف شو اي كروس اوفر كروس اوفر على السبعه وبيشوط هيدي انكل بريكر من 7 فوتر ايزيا اوستن. سام يونغ سام يونغ كمان فاول على ابراهيم ما بتصور فيها فاول ما بعرف انا بدي اقول يعطيكم العافيه على الريبليس عم يجوا بسرعه على طول لا لا ما في انا مش شايفها فاول ما عندي يعطيكم العافيه على الريبليس يلي عم يكونوا بسرعه اول فري ثرو لسام يونغ ان اثنين من اثنين سام يونغ ثمان نقط بيرجع الفرق العشرة 32 22 احمد ابراهيم بيطلب سكرين ترجع اوستن سبين مو ايه شو هيدا شو هالسنتر هذا بيلعب من برا اكثر من جوا بيلعب من برا اكثر من جوا كمان شمعون فلوتر عايزين اوستن عند ابراهيم ابراهيم بفوت على الباسكت ما بيحط ترجع له بيحط احمد ابراهيم اول نقطتين له بالجيم تايم اوت دغري لمين؟ للهومنتمن اكيد فرق سته رجعوا على الجيم شانفيل ايزايا اوستن سبع نقط هلا الاوردر الثاني انرجي ثلاثة من أربعة الفيلد جولز على النقطتين اثنين من اثنين على الثلاث نقط واحد من اثنين عمل بلوك شوت واحد تيرن اوفر واحد اثنين ريباوندز اثنين ديفنسيف الهاف الاول بين الرياضي والمتحد بيخلص 43 متحد 34 رياضي فرق 9 للمتحد بالمناره
بولز 13 نقطة، عرقجة 8، دانيال 6 ريباوندز، عمر أيوبي 4 ريباوندز، عرقجة 5 أسيست، جاد خليل 3 أسيست. نرجع للجيم هون. هوج للزاوية ليانج، يانج من الثلاثة ما بيحط. مين بيجيب الأوفنسيف ريباوند؟ يانج على الأوت. يعني مظبوط عم يلعبوا ديفنس زون الهومنتمن، بس انا شايفه زون عاطل تيرن اوفر، لانه امتين بتعرف اذا الزون عاطل او ما انه عاطل؟ وقت يكون عم ياخذوا اوبن شوتس، عم ياخذوا اوبن شوتس كل اللعيبه بفريق الهومنتمن، فبتصور ديفنس ما كثير منيح. هلا ما موفقين، خليه يتوفقوا بشوطين بيطلع الجيم، بيفرق الجيم. هاج بالإزاز، هايك هايك بالإزاز، حط هايك ثلاثة فيها حظ. بتروح تيرن اوفر عند الشمعون، ما حدا على الملعب من لعيبه عم يبخل بنقطة عرق. فاول على الرستوم. تاني فاول على الرستوم. تاني فري ثروز لهوتش. اول فري ثرو لهوتش. عشر نقطة. سبعة وثلاثين ستة وعشرين. رجع الفرق 11. فادي بيلعب لسبنسر. سبنسر سبين موف. بيفوت على الباسكت. أو. كمان عم بيقول لهم لا على البلوك شوت. عمين كان الاوت. هلا بشوف على الريبلاي. هاي سبين موف الحلو. ايه من سبنسر لاوت. دفاع كثير منيح من هاج وشمعون. تبرم توصل على الشمعون لحاله على الثلاثة، الشمعون بحط ثلاث نقط، هيدا اللي عم نحكيه. بهيك ديفنس زون في فريق عم تلعب فريق فيه شويطة. هايك بشوت، هاج بشوت، كله بشوت ثلاث نقط، ما فيك تلعب زون. حلوة الموف، حلوة كثير الموف من ابراهيم. فاول على مكرم بن رمضان، الفاول الثالث على مكرم بن رمضان. دخل بفوت محله اسماعيل احمد. عاصي جون عاصي بفوت على الجيم محل سبنسر باخر 3 دقايق و54 ثانيه من الهاف الاول. احمد ابراهيم ينزل الفرق ل 12. بعدنا زون 2 1 2. هاي فاول على عاصي. يعني اليوم الجيم عم يتصفر على الدقرة، ما عم ينترك انه دقرة خفيفة عم يتصفر. وقت يكون على الفريقين ما في مشكل. اثنين فري ثروز لهايك. اول فري ثرو لهايك برا. واحدة من اثنين هايك، أربع نقط هايك. الفرق 13. رستوب
ستيب باك صعب كثير. لا 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 شو هاي كات نوت شو عملت يا أوستن؟ لا لا دريبل وستيب باك. عم نحكي 7 فوتر هيدا بسجل أوستن نقطه العشرة. نبرو هاي كيتي هيك ما برد. قلت لكم خطرة الزون. شوفوا كيف عم يشوطوا. فادي 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 سبين موف حلو كتير. باسكت ولا أحلى من فادي الخطيب ولا أحلى من فادي. فاول أحمد إبراهيم تكنيك الفاول كمان تكنيك الفاول كمان. فاول مع تكنيكال خلينا نشوفها. فينا نرجع نعيدها كمان مرة. خلينا نرجع نعيدها كمان مرة. خلينا نشوف هاي أول ضربة. أول ضربة يعني ما بعرف. أنا ما راح علق عبالي علق بس كنا عم نشوف عم يتصفروا من قبل على الدائرة. فهاي بدنا نرجع نعيدها أول ما يكون عندنا مجال. أول ما يكون بدنا نعيدها أبطأ شيء فينا. هلا هوج رح شوت 2 فري ثروز. هوج كمان فري ثرو برا. أكيد أول 2 شوتس كانوا للفاول. هاي هون هاي أول دائرة هاي فيها فاول. أول شيء أول شيء فيها فاول. بدنا نكون حقوية سمعة. نبرم أوت على فادي. فرق 11 فرق 9 42 33. ريستو بيرجع بيطلب تشينج بيوقف الطابه الحكم اكيد لتشينج. ريستو محل احمد ابراهيم. احمد ابراهيم 3 فاولز. احمد بعده ما مصدق انه كان عليه التكنيكال فاول. هاي هاج سمعة تبرم شمعون أربعة عشرت لك تن أوفر. فادي بفوت على الباسكت فاول. فاول مظبوط صفر الفاول على هوج. فاول من هوج فاول من هايك واخر جيل بلوك شوت. اول فري ثرو لفادي ان نقطه ال 11. هداف الجيم هوج ب 15. فادي 2 من 2 12 نقطه ينزل الفرق لسبعة. دقيقتين و12 ثانية ليخلص الهاف الأول. هاي شمعون كيتي ما بيحط. مين ريباوند عند العاصي لرستم لحاله على الكيتي. بيلعب لفادي فادي عن جديد فيك. هلا اسماعيل صار يعرفه. اول شيء ما كان يعرف انه بيشوط. عم نحكي عن ايزيا اوستن لتاني ميل سبنسر كاتي جيلسي جوا سبنسر كاتنات. تايم اوت ولع الجمهور. الفرق اربعه سبنسر خمس نقاط.
شوفوا دبل تيم على طول عم بيكون، هاي فيها خطورة. كثير أوقات عم ينعمل دبل تيم، يعني هاج ترك مانو يلي هو كان عم يدافع على الريستوم، ترك مانو راح ل يعمل دبل تيم، لعب لسبنسر. مين بيدافع عن سبنسر؟ الشمعون. الشمعون اضطر يروح يغطي على سبنسر على ريستوم، ما بيلحق الاثنين. يعني وقت تعمل دبل تيم ما لازم يلعب باس مرتاح، وقتها تروح تعمل دبل تيم ممنوع يلعب باس مرتاح، بده ياخذ وقته ليعمل باس ليقدر يمرك اثنين ثاني لعيب، وللعيب اللي عم يعمل دبل تيم يرجع يلحق. 4 من 9 ثلاث نقط لشانفيل، 7 من 12 لهومنتمن، نسبة منيحة للفريقين. 48% فيلد جول شانفيل، 46% للهومنتمن. 6 من 6 على الفري ثروز لشانفيل، 9 من 18 هومنتمن. شانفيل بعد عنده تايم اوت واحد بهالهاف، بهالكوارتر اكيد. الهاف الاول هاي شمعون سمع كليتة قوية، مين بيجيب الريباوند؟ هايك، هايك لبرا، سبنسر ستيل، سبنسر كروس اوفر ورا كروس اوفر، الشمعون بيقطع على الاوت. كرم مشرف محل هايك باخر دقيقة وسبع ثواني من الهاف الأول. فادي عاصي ستيب باك ثلاثة، عاصي عاصي قلب كبير، عاصي بينزل الفرق لنقطة، أول ثلاث نقط لعاصي. عاصي شوير شمعون، سام بفوت لبرا، شوفوا كيف عم تبرم، استمك ثلاثة هالمرة من هاج قصيرة، سام بجيب اوفنسيف ريباوند مع باسكت. هاي قدامنا فاول على العاصي، تايم اوت شانفيل. Let's go, team. 1, 2, 3. 44, 41. Usam Young and Ufit. Go! Hey, defense. 1, 2, 3. فادي بجرب يفوت بسرعة على اوت باجره السمعة. يعني اوستن سنتر بس بعد ما بيحط شيء من تحت السلة، يعني على الهجوم اكيد منه سنتر. اوستن ثلاثة ما بيحط هالمرة. كرم مشرف بجيب الريباوند، سام 13 بكير
عند هاتش. خمسة أربعة ثلاثة اثنين هاتش لكرم مشرف. خلص الوقت خلص الوقت يا كرم شوطة. هيك مشاهدينا بيرجع بيخلص الكوارتر الثاني الهاف الأول 44-41 بعد ما كان مقدم فرق 15 نقطة الهومنتمن رجع على فرق 3 نقط بخلص شانفيل الهاف الأول. خلينا ناخذ بريك نرجع معكم للهاف الثاني. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد من ديك المهدي ملعب نادي شانفيل. الشانفيل عم يستقبل الهومنتمن والهومنتمن ربحان 44-41. هاي الستاتس قدامنا. قبل ما نحكي شوي عن الستات في شوطه للفيتامين 1 اللي عم ينقوا وبدنا نحكي شوي قبل ما يبلش الجيم مع امين عام الاتحاد المات شرب الرزق. كيفك والي؟ كتر خير الله. شو رايك بجيم اليوم؟ مستوى عالي جدا ان شاء الله بس بخف شوي التنشن بنقص تنشن يكون هالقد عالي ان شاء الله بيركزوا اكثر على اللعب من على الاعتراضات. هيك بنشوف باسكتبول حلو مثل الطامحين انه نشوفه يعني اليوم بالبيك تبع الباسكتبول ان شاء الله ننبسط فيه ويخلص الماتش بشكل كتير حلو مثل ما كنا طالع بدنا نشوف. نحن شفنا اذا فينا نقول بالجيم بالاول كوارتر الحكام شوي كانوا ما عم يعطوا صفرات هينه، بثاني كوارتر صارت اذا فينا نقول على الدقره، عم نحكي على الفريقين ما عم نحكي انه منحازين او شيء، بس عم نحكي صارت على الدقره شو اسمه؟ اخر شيء وقت يكون الماتش في هالقد تنشن عم يصير يفلت ويصير في تنشن هالقد فيه الحكام بيلقطوه بالشكل ايه طبعا بدهم يضبطوه يلقطوه مزبوط بيعرفوا اكثر منا كلنا ما اسمح لحالي حتى قيمهم فنيا. اللي بقدر اقوله انه الحمد لله مكموش بشكل كثير منيح ان شاء الله بيضل هيك بتجاوبوا الفريقين تطلع الاحسن عم يلعب باسكت بول احسن هو اللي بيستاهل يربح. كلمة سريعة شوي عن الاتحاد ماشي الحال كله تمام المنتخب الحمد لله التحديات كثير كبيرة وانت ادرى يعني انت عايش معنا وبتعرف وليد تحديات كثير كبيرة الديون كثير كبيرة الاستحقاقات كثير كبيرة وبالنتيجة كل شيء بده شغل يعني عم نرجع نشتغل كل شيء ستراكتشر من تحت وطلوع كرمال نشوف نطلع نشأة جديد نشوف المواهب الجديدة نركز على المنتخب وبنفس الوقت نكمل البطولات بشكل سليم. هذا الشيء بيتطلب مساعي وجهود من كل اهل اللعبه من الانديه من الاداريين من المدربين يعني كلنا سوا لازم نحط ايدينا بايدين بعض كرمال نقدر ننقذ كره السله. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الستاتستكس قدامنا 48% للشانفيل فيلد جولز عم نحكي 44% للهومنتمن 3 نقط 5 من 11 للشانفيل 7 من 14 عم نحكي 3 نقط للهومنتمن فري ثرو 6-6 9-19 للهومنتمن ريباونز 21-15 للشانفيل اسيست 6-7 للهومنتمن 14-9 تيرن اوفرز للشانفيل ستيلز 7-9 للهومنتمن و 3-1 بلوك شوتس للشانفيل. الولف قدامي ب عامل بانو حلو الولف قدامي كان بده ياني اقراها ما راح بلش الجيم عند فادي اوستن اوستن ستيب باك لا لا ريباوند لسام من رمضان كاتي فاول 4 فاول لابراهيم حلوة كثير باك دور باك شو زينون بالتاني مين بيلعب للرستم ثلاثة الزينون بحط شو بيقول الرستم هيدا باس كان من الزينون نقطتين داعس على الزيح 43-44 فاول الرستم نقطته التاسعة فاول على زينون البير خيو كريم بيلعب مع الهومنتمن يونغ بيسجل يونغ ناطر 13 الفرق بضل 3 سبنسر فادي 3 بعيدة قصيرة اوفنسيف ريباوند باسكت من اوستن اوستن ناطر 12
من رمضان. بيلعب لسام، سام يونغ مس ماتش دغري عم بيشوفوه وبيلعبوا دغري المس ماتش. فريق الهومنتمن عند سام يونغ. ستيل من السمعة لبن رمضان. بن رمضان ما بيلعب، بن رمضان بفوت على الباسكت ودنك ولا احلى. كنا مفكرين رح يلعب الباس لسام يونغ. اوستن من بعيد ثلاث نقط ما بيحط كمان رستم. شوفوا الاوتلت باس لسام يونغ بيده الشمال. سام يونغ بهالكوارتر سام يونغ مقلع ثلاث سلات ورا بعض. زينون بيلعب لسبنسر من الثلاثة صعب كتير. فادي اوفنسيف ريباوند وباسكت من فادي. فادي نقطة من 14. شمعون شوفوا شمعون كان في ياخذ الشوطة ما في ريباوند مشاط باك دور كمان بفوت على الباسكت. هوج مرتين ورا بعض. تيرن اوفر عند فادي بيلعب للرستم. الرستم بحط كمان. حلو الجيم، جيم حلو. بيرجع الفارق ثلاثة. هوج من رمضان من ثلاثة فيك بيرجع لهوج ثلاثة لحاله. هوج ما بيحط تب توصل وهالمرة الفاس بريك بيوصل عند فادي. فادي ما بيحطها تحت السلة كمان. سام يونغ على الثلاثة بشوط سريعة يا سام. بعدنا عم نحكي السمعة اوفنسيف ريباوند للشمعون من الثلاثة قصيرة. فادي ريباوند بتصور في تسرع من الفريقين بهالوقت. فاول على الشمعون 52-49 يعني بهالكم نزلة تسرع من اللعيبة بالفريقين. رستم لعند فادي. فادي موف فاول على هاي. انا بتصور الفاول كان على هوج. هاي بتصور الفاول على هوج صح. بتصفر على هاي. شوفوا كيف عم ياخذ البوست تحت السله. زينون كمان على الملعب. كريم ثلاث ثواني كل الجمهور عم يطالب بفاول. بن رمضان هاي اثنين زينون عم يدافعوا على بعض كمان. بن رمضان بفوت على الباسكت ستيل تيرن اوفر او من بن رمضان. خمس دقائق 51 ثانية ليخلص الكوارتر التالت 52-49. ايه تيرن اوفر. سبنسر كريم عم يدافع عليه زينون كروس اوفر انكل بريكر ما بيحط ما بيخلص سبنسر. هوج تاني ميل بيلعب لهايك ستيل عند الزينون. رستم بفوت على الباسكت لسبنسر برا فاول على رقم 15 والتر هوج. سبنسر عم يدافع عليه زينون كريم ستيب باك سبنسر دفاع كثير منيح من الزينون. بن رمضان الريباوند يعني معلش عباس بعد سبنسر بس بن رمضان كمان طم ثاني. الشغل الحلو كان من مين؟ من والتر هوج. أربعة وخمسين تسعة وأربعين خمسة الفرق.
انا بقول ابشر لازم يفوت على الجيم. بيده الشمال بيخلص كمان. هيدا الصبي بيلعب منيح بس منه سنتر، اكيد منه سنتر. تون اوفر زينون. زينون مدافع شرس، شرس اذا فينا نقول بالعربي الفصحى، شرس. سبنسر عن جديد، اوستن سبع شوت كلوك، تيرن اوفر. ما المفروض تو ستابس وباس؟ مش لازم، مش لازم تو ستابس وفاول وباس، بدك تب وقف على الاجرتين بعدين تفكر كيف تلعب باس. اربع دقايق نخلص كورتر الثالث. سام يونغ بفوت على الباسكت، بلوك شوت 4-on-2 لسبنسر، بردله للرستو، من رستو بيسجل، بينزل الفرق لنقطه. حلو الباس من سبنسر، رستو نقطه ال 13 من رمضان، بفوت على الباسكت، ان سبورتسمان لايك فاول على البير زينون. خلينا نشوفه على الريبلاي. يعني هيدا القرار، هيدا القرار عند الحكم، بس يعني كثير في اعتراض من بنش الشانفيل. هيدي برجع بقلكن اثنين برا مر من رمضان، برجع بقلكن انه هيدا الفاول لا الحكم هو بيقرر اذا سبورتسمان لايك فاول اذا قصدا او لا. انا شفتها شوي قصدا، يعني الحكم فينا نقول مضبوطه الصفرة. هوج من رمضان، من رمضان بيلعب لهايك، بلوك شوت، هايك بيرجع بجيب الريباوند بحط باسكت ان. فادي بيلعب على البوست لبرا، سبنسر، سبنسر ستيل من هاج، سبنسر رجع بياخذ الطابه، بفوت على الباسكت بحقها باسكت مع فاول. سبنسر نقطه السابعه. شوف قد ايه عبيت السبنسر في عد السكور. سبنسر بحط وسكور 56-56. ببلش الجيم عن جديد. بذكركم انه ابدا ما تقدم بالجيم شانفيل اليوم. والتر هوج بفوت على الباسكت وبيسجل. والتر هوج اول هوج اول هوج نقطه 17 هو ويونغ 17 نقطة. فادي، فادي بيفوت على الباسكت ما بيسجل، لازم يرجع بسرعة. بالرمضان بيلعب لهايك، هايك ما بيسجل، بالتاني ميل لفادي، فادي بيسجل نقطتين، بيرجع سكور 58-58. 16 نقطة لفادي. 71-64 المتقدم المتحد على الرياضي بالمنارك بهالوقت، كانت نقط لبن رمضان. سبع نقط تقدم للمتحد على الرياضي هون 61-58. اربع دقائق ونص ليخلص الجيم بالرياضي هون لنشوف. نرجع سبنسر 10 ثواني بيلعب للزينون، زينون من الثلاثه، الزينون بحط الثلاث نقط. الزينون اول ثلاث نقط له بالجيم. والتر هاج من رمضان، هاج عن جديد توصل الطابة عن يانغ، يانغ ما بيحط، هايك
اوفنسيف ريباوند. لازم ابشا يرجع يفوت على الجيم اكيد. بر رمضان بفوت بايده الشمال ما بيحط. كمان اوفنسيف ريباوند لهيك 8 على الشوت كلوك. كريم زينون على الثلاثة برد على خيو. كريم زينون برد على خيو. ما في حدا احسن من حدا. خي بحط انا بحط. برجع بقلكن بشوف بعين وحدة ايزايا اوستن 64-61. اوستن عن جديد موف ليكو كم واحد عم ينط عليه ثلاثة تروح عند الريستوم كتنقط في فاول كمان لنشوف عمين الريستوم كتنقط وفاول على مين؟ على كريم زينون بما انه بالفاول ترابل هومنتمن رح يشوت اثنين فري ثروز سبنسر خلينا نشوف اسيست كان عظيم من البير زينون للرستم اللي بحط ثلاث نقط بوقتها بعدل السكورز هلا فيهم يتقدموا لاول مره بهالجيم سبنسر بيعطي التقدم لاول مره لشانفيل هداف الجيم سام يونغ وهوت 17 نقطة فادي 16 واحدة من اثنين 9 نقط لسبنسر تقدم نقطة لشانفيل الريستوم سام يونغ كلهم 7 ريباوند كل واحد منهم سام يونغ تبرم من عند هايك على الكيتي هايك بشك ثلاث نقط هايك كله عم يلعب منيح 9 نقط لهايك لزينون زينون تحت السلة باص حلو كثير من اوستن لزينون 5 نقط لزينون هايك هوج زينون ثلاثة كمان ما بيحط المرة اوت على اوستن 10 ثواني و19 من ثانية ليخلص الكوارتر الثالث 67-67 شوفوا ما حدا اخذ تايم اوت بيتركون كلهم لاخر الجيم ثلاثة لهم حق بثلاثة 7-6 على الشوت كلوك بتلعب لسام يونغ سام يونغ ميد رينج ما بيحط عند فادي ثانية سبنسر من نص الملعب سبنسر سبنسر يا سبنسر يا سبنسر اي يا سبنسر اي شو عملت يا سبنسر شو عملت شو هالوين بازر ميتر من وين سبنسر نقطة 12 شوف مو وين شوطة العادي شوطة ما فينا نقول فيها حظ ليكو كيف شاطة بلعتها بلع بلعتها بلع كده 50% فيلد جولز شانفيل 40% شباب ستاتس اكيد مشكورين 40% للهومنتمن 8 من 9 للشانفيل على الفري ثرو 9-21 للهومنتمن على الفري ثرو كثير عاطلين اليوم على الفري ثرو الريباوندز 29 هومنتمن 27 لشانفيل اسيست 13-14 للهومنتمن ستيلز 11-11 بلوك شوتس 5 شانفيل 1 هومنتمن تيرن اوفرز 17 شانفيل 14 هومنتمن 15 فاول على شانفيل 12 على الهومنتمن البنش كل فريق زينون ستيل زينون باسكت ان زينون 7 نقط الزينون 7 نقط بدي اشوف اهله للزينون مين عم يشجعوا اليوم عم يحضروا الجيم وما بيقفوا ولا جيم مع مين
مع البير ولا مع كريم. فاول اثنين وسبعين سبعة وستين هاي الفاول. اثنين فري ثروز لهاج. اول فري ثرو ان ثاني فري ثرو اثنين من اثنين للهوج 19 نقطة بينزل الفرق لثلاثة هالمرة للشانفيل. الدقيقتين و51 ثانية ليخلص الجيم بالمنارة 76-74 رجع الفرق نقطتين للمتحد. أكيد سبنسر صعبة تطلع برا. هوتش تاني ميل هوتش بفوت على الباسكت وبلوك شوت بلوك شوت من أوستن. الحكام عم بيشوفوا خلينا نحن نشوف الأوت عمين من عنا. هاي والتر هوتش هاي البلوك شوت مش مبينة واضحة من هون. هاي من هون بدنا نشوف الريبلاي. بدنا نرجع نعيدها بليز ليشوفها الحكم. هاي هون قدامنا بلوك شوت. خلينا نشوف من هون مش مبينة بدنا من تاني انجل بليز. في فينا اذا فينا نعيدها بعد مرة من الانجل اللي كانت اوضح هون. طابي مع الشانفيل اوت على هوج. شوفوا فول كورت مان خلينا نشوف كريم زينون على سبنسر. كروس اوفر انكل بريكر ولا انكل بريكر قوي كثير فيهم. بيلعب له وين بتصير مع مين؟ طبي بضل مع شانفيل، 8 ثواني على الشوت كلوك. أنا برجع بقول أبشا لازم يكون له دور بالجيم. هيدا أوستن. ما بيحط، سام يونغ الريباوند. هيدا الريباوند تاسع على سام يونغ. بتروح هاج على شوي تيرن أوفر، على شوي. بالرمضان سام يونغ فيك بفوت على الباسكت بحط باسكت كمان اليونغ 19 نقطة لليونغ 9 ريباوندز. ريستوم 8 دقايق ونص ريستوم فيك مظبوط هذا الشغل الصح. فادي فادي بيلعب على هاي بيلعب على هاي وبحط فادي نقطة 18 بضل فرق ثلاثة. من رمضان على طول عم بفوت من الشمال من رمضان ما بيحط تب اوفنسيف ريباوند تب من رمضان. من رمضان 12 نقطة. هاي فاول ما شفناها يا ريت فينا نشوفها على الريبلاي.
فادي على الارض، سلامتك يا فادي. فاول فاول فاول، ما بعرف اذا بتتصفر عن سبورتسمان، في مجال تتصفر عن سبورتسمان، ما تصفرين استعمل كوعه هيك. فادي فرق نقطة، فادي فيك بيلعب للزينون، اكسترا باستر ريستون من الثلاثة، ريستون ما بيحط. شوفوا هالتبة الذكية من والتر هودج كيف تبرم توصل لعند سام يونغ، سام يونغ بحط باسكت مع فاول، سام يونغ 21 نقطة لسام يونغ. هلا دق فيه دق فيه بس انه خفيف الدقة. عنده فري ثرو يونغ، بيعطي التقدم نقطتين هالمرة للهومنتمن. فادي سبنسر، سبنسر ستيل من يونغ، دغري للزينون لهوج بالرمضان، بالرمضان هيني اخذ بوست تحت السلة على الزينون البير وبحط سلة بيعطي التقدم أربع نقط للهومنتمن. بالرمضان 14 نقطة. هيدا أوستن، أوستن بيسجل نقطتين جديد، أوستن 16 نقطة لأوستن. هج بالرمضان من الكيتي بيني برا، أوستن عن جديد بالرمضان ستيل بإجره، بإجره أكيد. 78 76 سام يونغ 9 ريباوندز، بعد بده ريباوند بيعمل دبل دبل. فاول زينون، الفاول الرابع على زينون، الثالث الفاول الثالث على فريق شانفيل، فاول واحد على فريق هومنتمن اللي عم نقول هيك. بعد في فاول بعدين سام يونغ، اضرب يونغ. شو حلوة هالدنك يا يونغ، تبرم ريستون من الكيتي، ريستون من الكيتي، عم بقلكن ريستون من الكيتي 19 نقطة للريستون. حاسس فيها اليوم ريستون 19 نقطة مع 7 ريباوندز. ريستون جيم كبير مثل كل جيمات اللي عم يعملها بطولة لبنان، بنفس الفرق لنقطة 79 80 بالرمضان. فاول فاول على أوستن، ايه فاول واضحة واضحة. في اكسترا تايم بجيم الرياضي والمتحد 77 77 اكسترا تايم بالرياضي 77 77 هون 82 79 بعد في 5 دقائق ونص ليخلص الجيم. سبنسر ثلاثة، سبنسر ما بيحط. شوفوا هالديفنس كيف كله بينط على الريباوند.
هاج بيلعب لبن رمضان، بن رمضان بحط نقطتين جديد كمان يا بن رمضان. 84-79 الفرق، 5 للهومنتمن. أوستن بفوت على الباسكت وبيحط كمان. أوستن شو صار؟ ما خلصها بن رمضان، توصل عند هاج. كروس اوفر هاي فيك، بفوت على الباسكت. ايه هلا بدي اقول لكم شغله، اوستن منيح على الاوفنس، ما بيلعب تحت السله، على الديفنس منه روعه. بدنا نحكي ضميريا يعني. ايه سبنسر بعدنا الفرق 5. فاول على هايك، ثاني فاول على الهومنتمن. 4 دقائق و8 ثواني الفرق 5. سبنسر تبرم عند فادي، فيك فادي ميد رينج بحط، فادي بحط 20 نقطة لفادي، والفرق 3 نقط و3 دقايق و40 ثانية ليخلص الجيم. لساميان، ساميان تحت الباسكت فاول، 2 فري ثروز لساميان. فاول ساميان، 6 من 9 الفري ثرو اليوم. دبل دبل لساميان، اول فري ثرو ان 7 من 10. ساميان سب 25 نقطة مع 10 ريباوندز واسيست، كمان جيم كبير لساميان. عم بغيروا المحلات يعني، فادي عم يوقف بعكس هايك، هايك عم يوقف بعكس فادي. عم بكسروا تحت السلة الشباب. أني هون؟ لا أني هون؟ لا أني هون؟ آخر شيء إجا بن رمضان قال لهم أني هون؟ سبعة وثمانين 83 وعنده فري ثرو بعد ما بيحطها، هيك بيجيب الريباوند. يعني بوكس أوت وزته برا يا أوستن. أنا قلت لكم من قبل أنا رأيي لازم يلعب أبشا. سام يانغ بفوت على الباسكت على البزر ما بيحط، الريستوم بجيب ريباوند وفاول على سام يانغ. اثنين فري ثروز صاروا بالفاول ترابل. لا الفاول اللي بعده بالفاول ترابل بصيره. لا اللي بالفاول ترابل هن شانفيل. 3 فاولز على الهومنتمن، هيدا التالي. كمان موف وكمان باسكت، تاري بيلعب تحت السلة، تاري بيلعب تحت السلة. أوستن 20 نقطة الفرق نقطتين. ساميان كمان فيك، بيرجع بياخدها وكمان ما بيحط تحت السلة ساميان. فادي بيلعب لزينون عن جديد. شوفوا زينون اثنين كل كوارتر الرابع عم يلعبوا. الريستوم بيسجل بيعدي السكورز. الريستوم 21 نقطة بيعدي السكورز.
تايم اوت. هومنتمن 87 دقيقتين و27. هاج هاج بفوت على الباسكت بيلعب لهاي هاج عن جديد لتيري ميل سام عن ثلاثة سام بحط ثلاث نقط ايتولية. تايم اوت شون ويل المرة سام يونغ 28 نقطة مع 10 ريباوندز. اليوم 28 نقطة لسام يونغ معدل هو جود شوت. بدنا ناخد اتمت الصح لو على النقطتين بعد بكير. 87 90 للهومنتمن. سام يونغ 28 نقطة مع 11 ريباوند. الطابة مع الهومنتمن مع الشونفيل. حدا لازم يساعده للزينون وهيك بيعمل الرستوم. تون اوفر لا توصل عن زينون. ايه ستيب باك ثلاثة صعبة ايش عم يعمل؟ بيرجع بجيب الريباوند فادي فادي ستيل من الزينون بيلعب لهاج والتر هاج لازم ياخذوا وقته للهومنتمن. طابة مع مين؟ طابة بتضل مع الهومنتمن. انتبهوا لنا على البرو يا شباب هيديك المره البرو راعي المستشفى ورا السله. خمسة عشر على الشوت كلوك معهم وايد من رمضان هوج تسعة ثمانية على الشوت كلوك. هوج بفوت على الباسكت بيلعب لسام يونغ. سام يونغ فلوتر فاول على الزينون خامس فاول على الزينون. جيم رائع للزينون سبع نقط مع اثنين اسيست بس الشغل اللي عمله على الدفاع وعلى الهجوم كثير منيح. اثنين فري ثروز لسام يونغ. دقيقة و 23 ثانية جون عاصي بفوت على الجيم أول فري ثرو سام يونغ برا. ثاني فري ثرو برا شوفوا كيف بيخلصها من رمضان لسام يونغ كمان ما بيسجل. فادي بيجيب الريباوند وبياخذ الفاول. هلا صاروا بالفاول ترابل هيدا ما في اثنين فري ثروز. هلا كل فاول على الهومنتمن شوفوا كيف خلق هاي الفاول اكيد الرسم حيروح يساعد فادي فادي رستم فادي عن جديد بده يلعب 1 اون 1. فادي بفوت على الباسكت بايده الشمال بيسجل بينزل الفرق لنقطة. فادي 22 نقطة من رمضان. هاج هاج بفوت على الباسكت وبيسجل هاج هاج 21 نقطة كمان ثلاثة الفرق. بعد في وقت سبنسر عم يستعجل ما في حدا على الريباوند.
عاصي فكر فيها العاصي بعده فايد بردان فادي ثلاث نقط بعيد كثير بعيد كثير بعيد كثير يا فادي يا فادي عم بقول لك بعيد كثير حلوه كثير من فادي فادي بعدي السكورز 92-92 وولدر هودج في اتم تشتنفيل عم يلعب سريع هودج لبر رمضان لهج عن جديد لبرا زينون بفوت على الباسكت بلوك شوت عاصي سبعة فادي فادي بفايد اواي فايد اواي وبيخلص الجيم 92-92 مش بس بالرياضة في اكسترا تايم هون في اكسترا تايم بالرياضي 87-84 بعد في 28 ثانية الرياضي متقدم بعد في 28 ثانية هون 92-92 اكسترا تايم يعني الجمهور اللي موجود بالملعب بيستحق هيك جيم بيستحق هيك جيم حلو الفريقين عم بيقاتلوا الرياضي 89-84 بعد في 18 ثانية فارق خمسة بالرياضي في 18 ثانية الاكسترا تايم مشاهدينا كل فريق له حق بتايم اوت واحد ٩٢-92 رستم فادي رستم بفوت على الباسكت تيرن اوفر اوكي صفرت عم بيحكوا مع الحكام حكام بيحكوا مع بعض ليشوفوا الصفره مين صفرها وكيف اخر شيء بتطلع الطابه مع الهومنتمن هج بن رمضان بن رمضان هج اسيست لبن رمضان بن رمضان بيسجل نقطه ال20 سبنسر والتر هوتش 9 اسيست اوستن شوفوا هوتش لبن رمضان للسمعة دخلكم الشمعون وين بيتفوت هلا حلو الباس من السمعة بس ما بيحطها تحت السلة سام يونغ فادي موف بلوك شوت من السمعة على فادي سمعة ما بيحط السمعة ريباوند عند فادي كان لوحده فاول على الزينون 2 فري ثروز لفادي علي فرحات بفوت أول مرة على الجيم محل عاصي أندريه بيو محل جون عاصي
في جون بيلعب مع شانفيل، كارل كمان مع الويزي، واندري الباي اكيد كوميشنر. اول فري ثرو لفادي ان، فادي 26 نقطة. واحدة من اثنين لفادي، الفرق بضل نقطة للهومنتمن. هاج زينون، هاج عن جديد 8 على الشوت كلوك، هاج بفوت على الباسكت تفتح له الطريق ولاي اب للهوج، بيعطي الفريق 3. والتر هوج 23 نقطة. سبنسر، سبنسر 3، لا بفكر فيها، بيلعب عند الريستوم، الريستوم بيلعب لفادي، قالوا اسيست يا ريستوم، فادي بيسجل 28 نقطة لفادي. قوم ساميا، هاج لبن رمضان، السمعة، السمعة 3، بن رمضان بيجيب الاوفنسيف ريباوند، وولتر هاج هالمرة بفوت على اليمين، صعب كتير يا هاج، سبنسر بيخلصها دغري، الاوتلت باس كثير ذكي من فرهاد، فاول على زينون، فاول كثير ذكي من الزينون، اثنين فري ثروز للرستم. 96-95 اثنين فري ثروز للرستم. الرياضي بيربح 91-85 على المتحد. اول فري ثرو ان للرستم بعد اكسترا تايم بالرياضي، 91-85 على المتحد. الرستم 2 من 2، بيعدل، بيطلع سكور نقطة لشانفيل، دقيقتين اكثر شوي من دقيقتين ليخلص الجيم. 67-96 السمعة، بيلعب لسام يونغ، سام يونغ فيك حلو كتير، شو حلوة هالسلة يا سام يونغ، شو حلوة هالسلة يا سام يونغ، 30 نقطة لسام يونغ مع 12 ريباوند. سبنسر، فرحات، فادي عم فكر فيها بثلاثة ميد رينج، فادي باسكت ان كمان يا فادي، نقطتين جديد لفادي، كمان النقطة فرق لشانفيل، دقيقة وعشرين ثانية. والتر هوج، والتر هوج بفوت على الباسكت بياخد الفاول، اثنين فري ثروز من هوج، الفاول على فرحات، علي فرحات. أول فري ثرو لهاج، أول فري ثرو هاج إن، بيعدل السكورز 99-99. والتر هاج 6 من 8 اليوم على الفري ثرو، 2 من 2، بيعطي التقدم نقطة. .199 فادي فاول، لنشوف الحكم اذا بو باسكتين او لا، 2 فري ثروز نو باسكت،
هاي الفاول قبل. لا نو باسكت مظبوط. اول فري ثرو فادي ان 31 نقطة مع 9 ريباوندز مع 5 اسيست 100-100 على سكور بورد، سكور 100-0. اثنين من اثنين لفادي، 32 نقطة لفادي. بذكركم انه فادي أكثر جيم سجل فيه 35 ببطولة لبنان 2017-2018. هوج هوج بفوت على الباسكت، بلوك شوت بتروح على سبنسر، سمعة بياخذها، بيرجع بياخذ اوفنسيف ريباوند، سمعة بيلعب لبرا لسام يونغ على الكيت، مبينة برا اوفنسيف ريباوند لبن رمضان، بن رمضان بلوك شوت كمان بن رمضان لهوج، هوج شو صار تحت السلة؟ شو صار تحت السلة؟ لازم ينعمل فاول، زون لازم ينعمل فاول. سبنسر سبنسر بيسجل نقطتين. تايم اوت تايم اوت. تايم اوت. 6 ثواني و20 من الثانية، 103-100، بدهم 3 نقط، بدهم بس عم يحتفلوا غلط، الشانفيل عم يحتفلوا غلط. كان عم بيشوط ما تعملوا فاول بدي يروح على ايتي فري ثرو ساعتها. هون الخطة عم بتصير شفناها من قبل لنشوف شو رح يعملوا. مية وثلاثة مية فادي 32 نقطة مع 9 ريباوند، الرستم 23 نقطة مع 9 ريباوند. طابة مع زينون، لهوج ستة، هوج ثلاث نقط كتير بعيدة، هوج ما بيحط كمان، السمعة ثلاثة، السمعة ثلاثة، جيم لشانفيل، جيم لشانفيل. اللي بيكون بملعب شانفيل بحس انه ربح بطولة لبنان شانفيل، يلي بالملعب بحس انه شانفيل ربح بطولة لبنان. احتفال بملعب الشانفيل كانه ربحوا البطوله، يعني قد ما كان فيه حكي عن الجيم. قد ما صار فيه حزازيات قبل الجيم. سكور 103-100 بعد اكسترا تايم. خلينا يعني خلينا 103-100 اللي رستم. اوه جيم رائع، حلو كثير عن جد رائع. ايه يعني هيدا الجمهور كله اللي اجى على الملعب، الفريقين قدموا له جيم ولا احلى، احلى جيم بالموسم.
مع مظبوط سكور عالي، بس كلكم ما حدا بخل لا على الديفنس ولا على الاوفنس، كلكم عم بتقاتلوا، ما في حدا عم ياخذ سله هينه. يعطيكم الف عافيه. قل لي كيف كان الجو بقلب الملعب؟ كيف انت باخر دقائق عملت جيم كبير اكيد ب 23 نقطة و9 ريباوندز وكذا، بس كلكم كفريق كنتوا كثير منيح، قل لي شوي عن الجيم شو رأيك؟ ليك الجيم أخذ كثير ضجة وأخذ كثير حساسية، نحن ما قصنا فيه. مزبوط. عرفت كيف؟ بس هيدا حلوة. هيدا منيحة يعني إذا تطلع بالبوزيتيف سايد. أنا برأيي حلوة للباسكت. بوزيتيف سايد بغض النظر شو كان عم بيصير وما لازم يصيروا، بس بدك تيجي تشوفها بوزيتيف منيحة. ليك العالم اليوم بعتقد 100% كل لبنان كان عم يحضر هيدا الجيم. صح. بيستاهلوا هيك جيم، مش بس الجمهور اللي كان هون. ثانك يو من كل 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 قلبي على كل اللي كانوا هون اليوم، كان هن مش بس لعيب سادس، لعيب سابع وثامن، عن جد كان الجو رائع، الجيم كان كثير حلو. هارد لاك للهومنت مان، نحن قعدنا يعني صار لنا جمعه عن جد تمرين كثير كثير كثير، كان معنا ولا قلنا اكثر من انه قصه مراكز، هداك الجيم صرنا فرق كثير. 100% يعني كان في اذا بدك البرايد تبعنا بدأ، فالحمد لله الله وفقنا. اوكي شو رايك بالسنتر الجديد اوستن؟ اليوم بلش عاطل اذا فينا نقول باول كوارتر، بعدين قلع، فكرناه ما بيلعب الا من برا، طلع بيلعب من تحت السله بيعمل كل شيء. يعني بعده جديد بعد ما لعب ولا ماتش. مين ما تجيب بالنهايه بده كم ماتش ليتعود على الليج، فالحمد لله قدر يساعدنا وهي ستيب اب لما كان لازم يعمله. اوكي ثانك يو لك وليد، مبروك، روح احتفل. خلينا نحكي مع بعد شوي، خلينا نحكي مع أوستن عن جديد. Isaiah, congratulations, your first game in Lebanon and you won the first game. You started slow the first quarter but then you exploded. I thought you only played from the outside and then you played inside, outside, you did everything on the court. It's the first game, you only practiced for a week. What do you think about the team? What do you think about the championship here? I think we're just going to get better as time goes. You know, we only had a week of practice together, and just to see how well we clicked today, we fought through adversity. We were down fast in the first quarter, but we stuck together as a team, and that's what Coach was emphasizing in the locker room. You know, just keep fighting through adversity, and, you know, we're going to come out victorious, and that's what we did. Okay. You play everywhere. You play under the basket. You play from the outside. You do everything. Yeah, I mean, that's what I try to do. You know, I don't try to just be a five man. I like to do a little bit of everything, shoot some fadeaways, shoot some threes, put the ball on the floor, and post up, you know. So once my team gets a little bit more confident in me, you'll see a lot more. But for right now, man, I got to shout out to Fadi, man. He put us on his back, and, you know, he really carried us this game. And shout out to Coach, all of our coaches and our owners, you know, for preparing us right this week. Okay, congratulations. Keep it up. Thank you. خليني لكم شو ترجم لكم شوي شو قال. الأول جيم إلو سبع جمعة يعني سبع أيام بس قدروا يتمرنوا سوا، شوي شوي على هيدي رح تعطيه الكونفيدنس، رح يكون أحسن ورح يعطي مستوى أحسن، بيلعب من برا بيلعب من جوا، بحب يلعب مثل فورما من برا يشوت ويلعب، وبنفس الوقت بحب يلعب من تحت السلة. هيدا هو بده يشكر الاونرز ويشكر الكوتشينج ستاف واللعيبه على كل شيء عملوه، وبنفس الوقت هو راح يلعب احسن واحسن بالجيم الجديد. اليوم راحوا عند فادي اللي حمل الفريق على كتافه اليوم، فادي بس اليوم كلهم حملوا فادي رستم كلهم. هارد لك للهومنتمن لانه جيم بيعقد. الهومنتمن عملوا ماتش رائع بسيطه، بعدهم بالمركز الاول. نحن بنشوفكم جيم جديد رائع الجيم. Bye.